من القرآن للوجدان ستسري آية القرآن، ستسري مثل مشكات تنير الليل في الأكوان، لتنعش في ضمائرنا كلام الخالق الرحمن، وتبعث من بواطننا معاني الخير والإيمان. فكم من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات، حياكم الله مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أحكام التلاوة. واليوم بإذن الله تعالى سنأخذ درسا جديدا لا يقل أهمية عن الدروس التي قبله، وذلك فيما يتعلق في باب الوقف والابتداء الذي لازلنا بصدد مراجعة هذا الدرس. وسبقا ذكرنا أهمية الوقف والابتداء وأهمية هذا الباب من أبواب التجويد. بعد الفاصل بإذن الله تعالى سنتحدث عن البدء بالكلمة. كان رأسا في العلم وإماما في الزهد والورع وقدوة في العبادة والحفظ، إنه أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى، من قبيلة ثور إحدى قبائل مضر. ولد رحمه الله بالكوفة سنة 97 للهجرة، طلب العلم وهو حدث، فدرس على أبيه سعيد بن مسروق، وكانت أمه تقول له: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. أفنى عمره في طلب العلم والحديث، وروى له أصحاب الكتب الستة في دواوينهم. كان متواضعا للعلم وأهله، وكان يقول: لو لم يأتني أصحاب الحديث لأتيتهم في بيوتهم. كان رحمه الله يتمتع بحافظة عجيبة، حتى لقب بأمير المؤمنين في الحديث. كان يقسم ليله جزئين: جزءا للقرآن وقيام الليل، وجزءا لقراءة الحديث وحفظه، وقد بلغت محفوظاته نحو من 30,000 حديث. كان مع علمه ورعا في الفتوى، صادق النصح للكبير والصغير، من شيوخه أيوب السختياني وحبيب بن أبي ثابت وسليمان الأعمش وجعفر الصادق، ومن تلامذته بشر بن منصور وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح. قال عبد الرحمن بن مهدي: سمعت سفيان يقول: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة. وقال ابن المبارك: كتبت عن 1,100 شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان. ظل رحمه الله عابدا لربه، ثابتا على العهد الذي بينه وبين الله تعالى، علما وتعليما وعبادة، حتى حضره الموت ووافته المنية بالبصرة في شعبان سنة 61 للهجرة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مرحبا بكم مرة أخرى. كما سبق أن ذكرنا قبل الفاصل، بإذن الله تعالى سنتحدث اليوم عن البدء بالكلمة. كما تعلمون أن العرب لا تبدأ بساكن ولا تبدأ من وسط الكلمة، لذلك اشترطوا للبدء بالكلمة بشرطين. أول هذين الشرطين أنه لا يبدأ إلا من الحرف الأول من الكلمة المرسومة، سواء كانت من الناحية اللغوية كلمة واحدة أو كلمتين، مثل كلمة يا ابن أم، فمنهم من قال أنها كلمتين لكن كتبت مفصولة، الياء للنداء وابن بعدها، فلا يجوز الابتداء بالياء باعتبار أن الياء مرسومة معها كلمة واحدة. الشرط الثاني أنه لا يجوز البدء إلا بحرف متحرك، إلا بحرف متحرك، فلا بد
إذا أردنا أن نبدأ بأي حرف لا بد أن نحرك هذا الحرف بإحدى الحركات الثلاثة، سواء الفتحة أو الضمة أو الكسرة. طيب، فلما أردنا أن نقرأ كتاب الله عز وجل يعني واجهتنا حروف بداية الكلمة، ونحن نقول أن لا نستطيع أن نبدأ إلا بالحرف المتحرك، وهذا الحرف الذي واجهنا هو الهمزة. فهذه الهمزة أولا كيف نعرف أنها، هل هي همزة قطع أو همزة وصل؟ وكذلك لو قلنا أنها همزة قطع فالأمر هين، فتوجد على حركة، إذا كانت مضمومة فنكتب على الضمة، وإذا كانت مفتوحة تكتب على الفتحة، وإذا كانت مكسورة تكتب عليها الكسرة أو تكتب الكسرة تحت الهمزة. طيب بالنسبة لهمزة الوصل، همزة الوصل لا تقبل هذه الحركات أن تكون ظاهرة. فهذا الفرق الأول بين الهمزة، همزة القطع وهمزة الوصل. طيب عندنا همزة القطع ألف مرسومة في أول الكلمة وهي حرف أصلي من حروف الكلمة، أما همزة الوصل فهي مرسومة لكن ليست من الحروف الأصلية. طيب عندنا كذلك الفرق، ذكرنا الفرق الثاني، الآن الثالث، وهو أن همزة القطع تحقق ابتداء ووصلا. لما نبدأ بهمزة الوصل نبدأ بها محققة على أحد الحركات، لكن همزة الوصل فتحقق ابتداء وتسقط وصلا. مثلا نقول امرأة، نحن بدأنا بالهمزة، لكن لا نقول وامرأته، وامرأته أين الهمزة؟ سقطت، سقطت في درج الكلام. فلهذا نقول هذا هو الفرق الثالث بين همزة الوصل وهمزة القطع. طيب همزة القطع توجد في الاسم والفعل والحرف، أما همزة الوصل فتوجد في الاسم والفعل، فتوجد في الاسم والفعل. طيب الآن بعد أن تعرفنا على همزة الوصل وهمزة القطع وذكرنا الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع، طيب كيف نبدأ بهمزة الوصل، كيفية الابتداء بهمزة الوصل؟ طيب عندنا همزة الوصل ذكرنا أنها لا توجد في الحروف، وهذا الفرق بينها وبين همزة القطع، أو من الفروق التي ذكرناها بينها وبين همزة القطع. فهمزة الوصل لا توجد في الحروف، وعليه فهي تكون إما في الاسم أو الفعل. طيب قلنا إما في الاسم وإما في الفعل، فالأمر سهل جدا وبسيط. إذا كانت في الاسم فعندنا الحركات كما تعلمون ثلاث حركات، إما ضمة أو فتحة أو كسرة. في الاسم لا يوجد اسم في همزة وصل مضمومة، نبدأ بهمزة الوصل في الاسم مضمومة، واضح؟ يعني لا يوجد عندنا اسم نبدأ فيه بهمزة الوصل مضمومة، لا يوجد اسم نبدأ فيه بهمزة الوصل مضمومة. طيب الآن ما الذي تبقى؟ بقي عندنا الكسرة وبقي عندنا الفتحة. الفتحة في الأسماء المحلاة بأل، مثل الرحمن، الرحيم، الله، فهذه نبدأ بها مفتوحة، فهي أسماء محلاة بأل. طيب الحالة الثانية في الكسر، في الكسر نبدأ به في حالتين، الأولى في الأسماء القياسية والثانية في الأسماء السماعية. في الأسماء القياسية، وقلنا أنها قياسية لأنها يوجد وزن في اللغة قيست عليه هذه الأسماء. فالأسماء القياسية أولا مصدر الفعل الماضي الخماسي المبدوء بهمزة وصل، مثل عندنا كلمة ابتغاء، اختلاف، انتقام، افتراء، نبدأ بمكسورة. لماذا؟ لأنه مصدر الفعل الماضي الخماسي، مصدر الفعل الماضي الخماسي نبدأ بمكسور. وكذلك مصدر الفعل الماضي السداسي، مصدر الفعل الماضي السداسي، مثل استغفار، استكبار، استعجال، فهذه نبدأ بها مكسورة. الآن أخذنا الفتحة في الأسماء المحلاة بأل، والآن الكسرة الحالة الأولى هي الأسماء القياسية، مصدر الفعل الماضي السداسي ومصدر الفعل الماضي الخماسي. طيب عندنا الحالة الثانية التي نبدأ فيها بالكسر وهي الأسماء السماعية،
ولماذا قيل سماعية؟ لأنها لا يوجد وزن قيست عليه، لكن هكذا سمعت عند العرب، مثل كلمة ابن من قوله تعالى عيسى ابن مريم، فابن لما نبدأ بها مكسورة، وكذلك كلمة ابنة فلما نبدأ بها نبدأ بمكسورة، وكذلك اثنان واثنتان وامرؤ وامرأة واسم، فهذه كل الكلمات التي ذكرنا نبدأ بها مكسورة لأن أسماء سماعية هكذا سمعت عند العرب. طيب، قال الناظم رحمه الله تعالى: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام، غير الألف واللام والأسماء كسرها، وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين، وابنة وامرأة مع اثنتين. فهذه الأسماء السماعية هي التي ذكر رحمه الله تعالى، ذكرها ابن الجزري في منظومتها، أن نبدأ بها مكسورة. خلاصة الكلام في خلاصة القول في الهمزة هنا، همزة الوصل في الاسم، نبدأ بها مفتوحة مع الأسماء المحلى بأل، ونبدأ بها مكسورة في الأسماء السماعية والأسماء القياسية. فقط هذا الذي ورد في الاسم، هذا الذي سنذكره الآن هو الذي ورد، إما أن يكون مفتوح أو مكسور، الضمة لا توجد. طيب، عندنا الحالات التي تجتمع فيها همزة الوصل وهمزة القطع في كلمة واحدة، وهي حالتان: إما أن تتقدم همزة الوصل على همزة القطع الساكنة، وهذا لا يكون إلا في الأفعال، مثل كلمة أوتمن وهكذا تقرأ، لأن هذه الهمزة الثانية أبدلت حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى، أصل الكلمة أؤتمن، فأبدلنا الهمزة الثانية حرف مد مجانس للحركة التي قبلها. طيب، فهذه كلمة أؤتمن. طيب، الحالة الثانية أن تتقدم همزة القطع على همزة الوصل، ولا تكون هنا همزة القطع إلا همزة استفهام، فهذه تكون في الأفعال والأسماء، مثل قوله تعالى: قل أتخذتم، وكذلك أطلع، فهذه التي. وهنا ننبه أو ننوي على أنه لا يلتبس الاستفهام بالخبر في هذه الحالات، لأن همزة الوصل لا تكون في الأسماء مفتوحة أبدا، لا تكون في الأسماء مفتوحة أبدا، في حين أن همزة الوصل لا تكون إلا مفتوحة. طيب، بالنسبة للفعل، الفعل عندنا إما أن يكون مكسور، نبدأ بهمزة الوصل مكسورة، أو نبدأ بها مضمومة. أين الفتح؟ الفعل لا يبدأ به بالفتح مثل ما ذكرنا، لهذا لا تلتبس همزة الوصل في الاستفهام، لا تلتبس بالفعل، لأن الفعل لا يوجد عندنا فعل نبدأ بهمزة الوصل مفتوح، نبدأ بها مكسورة إذا كان ثالث الفعل مضموم ضمة غير أصلية، وإذا كان ثالث الفعل أو ثالث حرف في الفعل مفتوح، أو إذا كان مكسور. مثال: عندنا كلمة ارتضى، ثالث الفعل حركته الفتحة، أو اضطر، فنبدأ بمضمومة لأنه ثالث الفعل مضموم كذلك، أو مضمومة ضم غير أصلي، مثل كلمة امشوا، فأصل الكلمة امشيوا، أو اقضوا، أصلها اقضيوا، فهذه الحالات نبدأ بها مكسورة إذا كان ثالث الفعل مفتوح، أو ثالث الفعل مكسور، أو ثالث الفعل مضموم ضمة غير أصلية. طيب، بقي عندنا الضمة، نبدأ بالضمة إذا كان ثالث الفعل مضموم ضمة أصلية وليست عارضة، لأنه مر معنا الأول العارضة، فنبدأ بها مضمومة، أو إذا كان فعل مبني المجهول مثل كلمة أجثت، فنبدأ بها مضمومة لأن ثالث الفعل، أو لأن عفوا الفعل مبني المجهول، ونبدأ بمضمومة. عندنا كلمة اضطر، فنبدأ بمضمومة لأن ثالث الفعل مضموم ضمة أصلية، فنبدأ به مضموم. هذه الحالات التي وردت في همزة الوصل وفي الفعل والاسم، وذكرت ذلك اختصارا باعتبار أن هذه الدروس التي الآن بين العيدين نأخذ مراجعة فقط للوقف والابتداء، فذكرت فقط يعني باختصار، لم أذكر الحالات مثلا مثل حالة الاسم
أن نبدأ بالهمزة هنا لو اختبارا مثلا الاسم أو الاسم لحفص من طريق الشاطبية مثل ما ذكرنا في الدروس السابقة. هذا ما تيسر ذكره في البدء بالكلمة، وتحدثنا تحديدا عن همزة الوصل واجتماعها مع همزة القطع والفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع، وكيف يبتدأ بهمزة الوصل في الأسماء، وكيف يبتدأ بهمزة الوصل في الأفعال. طيب، مقرر التلاوة اليوم بإذن الله تعالى سورة المنافقون من الآية 8 إلى آخر السورة. نأخذ أول مشاركة. طيب، عندنا عائشة نصير من الأردن، تفضل يا عائشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. بارك الله فيك يا عائشة ونفع الله بك. طيب، فاطمة نصير من الأردن، تفضل يا فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. تبارك الله فيك فاطمة ونفع الله بك. طيب، إلياس خالد من العراق، تفضل يا شيخ إلياس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا شيخ إلياس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن
إن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. لا أعد أعد، أول قرأتها صحيح. من قبل أن يأتي أحدكم الموت. من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لا، والله قريب. إلياس، إذا جاء أجلها عندنا همزتين. إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بارك الله فيك يا شيخ إلياس ونفع الله بك. طيب مجد العيسى من سوريا، تفضل يا مجد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير يا شيخ مجد ونفع الله بك. طيب فرح العيسى من سوريا، تفضل يا فرح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا
أولادهم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بارك الله فيك، فرح ونفع الله بك. إذا وقفنا اضطرارا على كلمة رب فنقف على ساكنة، فيقول رب، قلنا إذا وقفنا اضطرارا، يعني إذا كان الوقوف اضطراري. طيب عبد الرحمن محمد من مصر، تفضل. شيخ عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولئن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. جزاك الله خير شيخ عبد الرحمن وبارك الله فيك. طيب عبد الله محمد من مصر، تفضل عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين عبد الله يعني تستطيع أن تقرأ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ يا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون الخاسرون وأنفقوا مما جعلكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعلمون صدق الله العظيم بما تعملون. ايوه بارك الله فيك يا شيخ عبد الله. طيب احمد مصطفى من ليبيا، تفضل يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بارك الله فيك أحمد ونفع الله بك. طيب تفضلي يا نور، نور عصام من ليبيا، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم لا أولادكم عن ذكر الله. طيب أعيدي يا نور، لا تلهكم، أعيدي، لا تلهكم، لا تلهكم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. طيب بارك الله فيك يا نور ونفع الله بك. طيب محمد لطفي من السعودية، تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا فيقول ربي لولا لا ما فيها يا فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. شيخ أخوي بقرأ. طيب يوسف جزاك الله خير شيخ محمد ونفع الله بك، تفضل يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. طيب بارك الله فيك شيخ يوسف ونفع الله بك. طيب علي نايف من السعودية، تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين.
ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بارك الله فيك ونفع الله بك شخالي. طيب عمر أحمد من السعودية، تفضل يا عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن منها الأعز من ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بارك الله فيك يا عمر ونفع الله بك. طيب عبد الله عبد الرحمن من مصر، تفضل يا عبد الله. طيب إبراهيم سعد من مصر، إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم ونفع الله بك. طيب ننتقل الآن المشاركات عبر الواتساب. عندنا عبد الله اسماعيل من ليبيا، تفضل. اسمعونا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. طيب ما شاء الله، تبارك جزاك الله خير يا شيخ عبد الله ونفع الله بك. طيب عائشة محمد من ليبيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. طيب عائشة جزاك الله خير، لكن عندنا ثلاث ملاحظات أو أربع ملاحظات. الأولى، لا يخرجن الأعز منها الأذل، هذه الملاحظة الأولى، مش لا يخرجن، لا يخرجن. وكذلك كلمة العزة، ولله العزة ولرسوله. طيب، وسبق التنويه على كلمة رب، إذا وقفنا على نقف على ساكنة، فيقول رب، لو وقفنا قلنا اضطرارا. طيب، وكذلك بالنسبة للهمزة، إذا تقرأين لحفص أو إذا كنت تقرأين جاء أجلها، ف نمد المد الواجب المتصل وبعدها نحقق الهمزة الأولى مفتوحة وبعدها الهمزة الثانية. طيب، محمد صلاح الدين من لبنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. طيب يا شيخ محمد، بارك الله فيك ونفع الله بك، لكن مش ليخرجن الأعز منها الأذل، وكذلك لا تلهكم، ليست لا تلهيكم، لا تلهكم، بارك الله فيك. وكذلك أيوة، أحدكم الموت، أحدكم الموت لولا أخرتني إلى أجل قريب وأكون من الصالحين. أيوة، والخاء في الموضعين، عندك هم الخاسرون فتفخم الخاء، وخبير، فكلا الموضعين هي الخاء دائما مفخمة، لكن راعي الدرجات، لكن لا نرققها، لا نقول الخاسرون، الخاء الخاسرون، وكذلك خبير. بارك الله فيك يا شيخ ونفع الله بك. طيب، أنس جمال من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. طيب، اللي بعده، جزاك الله خير. سلسبيل جمال.
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. طيب تسنيم إلى آخر الآية. خاسرون وأنفقوا مما رزقكم وما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ما شاء الله تبارك الله تسنيم، لكن التسنيم فيقول ربي لولا أخرتني، فالياء لا توجد في هذه الكلمة كلمة ربي، يعني لا نقول فيقول ربي. ما شاء الله بهذه التلاوة الجميلة المباركة نأتي إلى ختام هذه الحلقة بإذن الله تعالى من برنامجكم أحكام تلاوة. مقر التلاوة الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سورة التغابن من مطلع السورة إلى الآية الثامنة بإذن الله تعالى، نلقاكم على خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستسري آية القرآن، ستسري مثل مشكاة تنير الليل في الأكوان، لتنعش في ضمائرنا كلام الخالق الرحمن، وتبعث من بواطننا معاني الخير والإيمان. فكم من بذرة دفنت بأرض السهو والنسيان، أتاها الغيث فانفجرت جنان.